معكم حسن مساعد تاجر بسوق الجملة الخضر والفواكه. اذا حاليا دابا البصلة وصلت لواحد الثمن اللي هو استقر دابا حاليا في 11 درهم، كاين اللي كيبيع ب 12 درهم، وهذا الثمن راه خيالي. ثمن السلعة راه مزيود الثمن ديالها من بلاصتها. كاين السبب الاول هو النفاذ في الكمية. الكمية اللي كانت كتجي ماشي هي اللي كتجي دابا، يعني البصله ولا فيها ديش الجوده كاينه، كاينه بصله مليحه، انت كاينه بصله، كاينه بصله مليحه، ولكن دابا بحال قلتي الاقبال ديالها ولا ضئيل شويه. مع هذا الغلاء هذا دابا المستهلك مسكين تقهر، حتى هذه الخضاريه اللي كتلعب شويه راه هي ما فيهاش المليح، حتى هي ما بقاش كيجي فيها المليح. 15 درهم 280 وراه بزاف، ثمن اللي خيالي بزاف. الله يحسن عوان الدرويش مسكين مقهور. البطاطا هي راه 5000 ريال اليوم للصندوق، فين غاديين بهذا الشيء؟ درويش مسكين ليه الله تبارك وتعالى، درويش ليه الله تبارك وتعالى، فد مع هذا الغلاء هذا وسيدنا رمضان على الابواب، راه يستحيل ذلك صاحبي. راه واحد الثمن راه اش غادي نقول لك، السيد خدام 70 درهم 80 درهم اش غايدير بها؟ تدي منها اربعه الحوايج قاتلين عليه 60 درهم، مواد اساسيه بصله بطاطا مطيشه، جوج كيلو من الحجر ب 60 درهم، في غادي على من كيسول؟ عاد خلي لي كاري عارو على من هذاك مسكين. رمضان غيكون الاقبال بزاف على الديسير، ياك هو اللي كيتمشى بزاف في رمضان، بصله مطيشه هادو هما اللي كيتمشاو دابا حاليا في رمضان، الديسير وبصله ومطيشه. داكشي الاخر كيبقى حتى ديك السيمانه ديال العواشر اللي كلشي كيتحرك شويه. هذا الاخ عبد الحفيظ هو راه خضر، هو غيقول شي كلمه. اودي السوق السوق الله يدير البركه، ما كاين الثمن، كاين الثمن ما خلى مسكين هذا تا هو كيعاني الامرين، والبيع كيشر جيبايه ديال الكانطيره كيمشي 2 ملايين دابا 7 ملايين ويلقطها بدرهم بدرهم، وما تخرجهاش على جوج سيمانات يا ربي عاد تجمع ديك الفلوس ولا ما تخرجهاش وتجيبها للمواليه وتعطيها للناس، ومن الناس راه مقفله. والغلا ما كيتباع خطرتي، الغلا ما كيتباع هنا ويتباع يتدي، وكاين السير وكاين والله يساوب من عنده. شو الغلا؟ راه الغلا كثير اسيدي، راه لا اله الا الله، الغلا كثير، الغلا كثير، كاين الثمن. الناس الدرويش هو باش اش باغي ياكل، راه ما قادها 1000 ريال لا باغي يتقداها الغدا، محالش تقدوها 1000 ريال ديال الخضر. سيدي كون ونطلبوا الله تعالى الله يصوب، الله يعمل الله تعالى يصوب من عنده. هما هو الرزق بيد الله، ان شاء الله غادي يتصاوب كل شيء، وهذا الشيء غادي يفوت وغادي يتقاد الوقت ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.